الاستعاذة في اللغة الالتجاء والاعتصام، وفي الاصطلاح الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شيء تخافه، فهي تكون لدفع الشر، بينما اللياذة تكون لطلب الخير. ففرق بين أعوذ وبين ألوذ، فأعوذ كلمة التجاء لدفع الشر، وكلمة ألوذ كلمة لطلب الخير. ولذا قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، إلى آخر ما قال. فتكون اللياذة لطلب الخير، والاستعاذة لدفع الشر.